شوف لجنة التحكيم المستوى الثانوي، طبعا المشاركين كانوا كثرة، تقريبا 42 مشارك. كانت منافسة كبيرة لأن فيه عدد من المشاركين أداء ديالهم جميل جدا، فلذلك وضعنا واحد المعايير لاختيار المتسابقين الذين سيتأهلون إلى الدور النهائي في هذه المسابقة الرمضانية. المعايير اللي كانت في هذه المسابقة، المعيار الأول هو كم تجويف فواعيش، والمعيار الثاني هو الأداء الصوتي، مدى تحكم القارئ في صوته، في طبقات صوته، في المقامات الصوتية. هذه هي المعايير التي اعتمدناها في اختيار هؤلاء المتابعين. طبعا في هذه المرحلة سيتم اختيار 6 مشاركين للمستوى الثانوي للمسابقة النهائية إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن يوم الفصل كان ميقوتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حميما وغساقا، جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. أحسنتي بنيتي، بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إنا ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. يا
يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. زكريا زهير. تفضل استاذ زكريا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت يرجع البصر هل ترى من فطور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور. أحسنت عمراني. بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا فإنه تعالى جد ربنا لدى صاحبة ولا ولدا فإنه كان يقول سفيهنا قال شططا. تفضل أبا الطيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من
حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. بارك الله فيك. ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ما اسمه طيب وغريب؟ محمد الخليفي. محمد الخليفي. الخليفي. بارك الله ما شاء الله. تفضل يا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماء ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا
القدس سعيد. أحسنت السي سعيد. أنس عمري. تفضل السي أنس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوا في غيابات الجب يلتقطه بعض الطيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. ما شاء الله عليك أنس. إلياس عطا الله. تفضل سعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية. أحسن ماذا؟ مروة بعدي. 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 تفضلي مروة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. أحسنت يا أمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج بيت البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. جعلنا الله وإياك من زوار بيته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان من كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد
الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحى لها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انفطرت وإذا البحار فجرت وإذا الحبوب أثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدريك ما الحاقة صدق العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود
والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. أحسنت يا أستاذ. تفضل نجم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب. نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق. أحسنت. أبدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر الله في أيام معدودات. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. أعوذ بالله. فرح بالملوك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. أعوذ بالله من الشيطان.
كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا فهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فخذي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت
همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يافكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه
اوكي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقي في جهنم كل كفار عنيد والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا
لو لأذبحنه أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد وقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين له الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. يقول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن مظاهر حفظ الله سبحانه وتعالى لهذا الكتاب لهذا القرآن ما أراه اليوم من إقبال كبير وشغوف لكتاب الله ومحبة لكتاب الله من الوالدين والأولياء والأطفال والشباب. فالحمد لله أنه لا خوف على هذه الأمة، لا خوف على هذا الوطن ما دمنا نرى شبابا وشيوخا ورجالا ونساء مقبلون على كتاب الله ومحبا لكتاب الله. فالحمد لله الذي أنعم علينا بهذا الكتاب، والحمد لله الذي حبب الله لنا هذا الكتاب. فأيها الأحباب الكرام، أيها الوالدين، أيتها النساء، حببوا إلى أطفالكم القرآن فإنه وقاية لهم. من أراد أن يحمي أهله، أن يحمي أبناءه من الانحرافات ومن الانزلاقات ومن الأخلاق السيئة فعليه بالقرآن. فحثوا أبناءكم على تعلم القرآن وعلى حفظ القرآن، حببوا إليهم القرآن
وشجعوهم على كتاب الله سبحانه وتعالى. فمرره اليوم من أطفال ومن شباب يتقنون قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى. فما سمعناه الآن من هؤلاء الإخوان من هؤلاء الأطفال الذين تلوا علينا هذه الآيات فهو مدلج للصدور ومفرح لنا أنك ترى في هذه الأمة أناس أطفال يقرؤون كتاب الله بهذه الكيفية وبهذه الطريقة. فالحمد لله أن هذه الأمة على طريق الحق رغم ما أريد لأبنائنا رغم ما أريد لكم وما يخطط لكم إلا أنكم والحمد لله متشبتون بالأصل متشبتون بكتاب الله. فواصلوا وواظبوا على كتاب الله فإنه حفظا لكم وحرزا لكم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينبتكم جميعا نباتا حسنا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن العظيم دستورا لكم وحفظا لكم وحرزا لكم من كل مكروه. والسلام عليكم ورحمة الله. واعلموا أنكم غير عاجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان أما بعد. فكما تعلمون أن المسابقة التي نظمتها جمعية الصحافيين الرياضيين بالمغرب من أجل تحفيز أهل القرآن ومن أجل إعطاء كلمة القرآن حقها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم وأن يجزيهم عنا خير الجزاء على هذه الالتفاتة العظيمة. إذن مسابقة انتهى إقصائيات الدور الأول اللي هو الإقصائيات. احنا قسمنا الإقصائيات إلى ثلاث مستويات: المستوى الابتدائي والمستوى الإعدادي والمستوى الثانوي. فكل مستوى يعني فاز من كل مستوى أو أخذ من كل مستوى 6 ديال الأسماء هما اللي غيتبارون إن شاء الله في النهاية. كذلك الإعدادي 6 ديال الأسماء وكذلك في الثانوي 6 أسماء. وها السي عبد العزيز لهي جزاه الله خيرا غادي يعلم بالأش الأسماء اللي هما تأهلوا النهائي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا المسابقة لها معايير ولها قوانين لا بد من اختيار الفائزين. طبعا كلنا فائز ان شاء الله في هذا المجلس القرآني الرمضاني بتلاوة القرآن وبسماع القرآن، لكن لا بد من اختيار المتأهلين الى المرحلة النهائية. نبدأ ان شاء الله
المستوى الثانوي تأهيلي. عبد المؤمن مقفول. مديحة. مديحة أزقور. يحيى الهمتاوي. آدم مربي. بدر الدين شهيبة. عبد المالك مجدي. بالنسبة للمستوى الإعدادي فاطمة غانم. زكريا أحناتوس. عائشة غانم. سلمى عبيدة. إلياس إحيحان. يوسف ركاوي. بالنسبة للمستوى الابتدائي محمد غانم. زينب علني. خليل ازدهار. ريحانة ازدهار. عدنان إححال. ياسين بالقي. إذن هؤلاء المتأهلين إن شاء الله تعالى غادي نلقاو ناديو على واحد من ثانوي وواحد من إعدادي وواحد من الابتدائي للتباري حول الجوائز المخصصة للفائزين، الفائز الأول والفائز الثاني من كل فئة. ديالهم وبالرفقاء ديالهم راه كاين الحضور هنا حتى واحد ما يمشي، والشواهد بالنسبة لجميع المشاركين غادي نسول واش كاين شواهد ولا ما كاينش. فين؟ نعم، قال بأن جميع المشاركين عندهم شواهد ديالهم، اللي كنتمنى باش ما يمشيوش هذوك اللي يعني ما سمعوش على الصح ديالهم حتى ياخذوا يبقاو يعني معنا في خذوا الشواهد منهم افطروا ان شاء الله بحول الله. اذا ستقرا من قوله تعالى: وما ابرئ نفسي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَقَالَ الْمَلِكُ لنفسي. فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا يوسف في الأرض يتبوأ منا حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا
فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. صدق الله العظيم. اقرأ من قوله تعالى: وكما أهلكنا قبلهم. ما شاء الله، هذه عائلة القرآن. البنت اللي قرأت هذا حفظ القرآن، وأيضا هذا الولد ما شاء الله تبارك الرحمن حفظ القرآن. اللهم بارك. قولوا ما شاء الله. تفضل اقرأ مما تحب.
عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه؟ أولئك أهل الله والصفوة الملابس. الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الله الذين هم أهل الله وخاصته. ننادي على المشارك الثاني من المستوى الثاني والتأهيلي مديحة. قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر ينقلب إليك البصر خاشئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.